شكون هذاك اللي مشى على داك هذا المشاهدين ومتبعي قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط من الدار البيضاء من خارج مركب محمد الخامس. يعني كيفما كتلاحظوا معنا تأهل الوداد البيضاوي على نظيره الكونغولي بيترو أتلتيكو لواندا بعد الفوز التاريخي بعد الفوز بمباراة الإياب بالكونغو 3-1، والان التعادل. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الجماهير الوداديه فرحانه بزاف، يعني كيف ما كتسمعوا جماهير ديال الوداد البيضاوي كتغنى بالاغاني ديال الفريق. والتاهل الى نهائي ابطال افريقيا. كنتمنى ان الفريق المغربي انه يشرف البلد المغربي ويفوز بهذه النسخه هذه ديال سنه 2022 ان شاء الله. المبروك للفريق الوداد البيضاوي وفريق مشرف الكرة المغربية فريق الوداد البيضاوي. قاعدة الله يحفظ حنوش الله يحفظ يتحرك ماشي حتى الماط، احنا قربنا حتى الماط سير تحرك حرك ترون 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 شاد بين سبور راي حمار. إذن مبروك للفريق الوداد البيضاوي بالتأهل إلى نهائي دوري عصبة الأبطال الإفريقية. كنتمنوا أنه يفوز بهذه النسخة هذه ديال سنة 2022، يعني بعد التأهل ديالو يعني المرة الرابعة على التوالي. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا جماهير كانت بكثافه داخل ملعب محمد الخامس او ما يسمى بملعب الرعب للفرق الافريقيه. انا في البلد.
ساق عطى لي حدا ديك الساق يونس ما غندخلوش ناخذ لي صونار لا ندخل شوف الفاصلة أخرى فلا ما تخافش علي أنا الحكومة يونس تبعني تبعني صاحبي مشاهدة الكرام كما تلاحظوا معنا جماهير الوداد البيضاوي يعني كما تلاحظوا معنا فرحة جماهير الوداد البيضاوي بعد الفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي جبد الميكرو إذن المشاهدين الكرام كما تشاهدون المشاهدين هنا تسمى البراس لحظات جماهير الوداد بعد التفوق بنهائي دوري الأبطال فرحة الجماهير زيد اخويا بسم الله اخويا خويا كيفاش الشعور ديالك بعد التأهل ديال فريق الوداد؟ ماتش بصح يا بصح واعر الفرقة جات ما عندها ما تخسر العام ديال المدار اللي عليهم مبروك علينا الفينال ان شاء الله في كازا وشلنا الكور. واش كتشوفوا ان الوداد قادر انه يدي اللقب هذا؟ الوداد عنده جميع الامكانيات انه يفوز باللقب غير ما يكونش عنده شي شوشره من برا راه انتم عارفين شنو الواقع نكونوا نلعبوا اسبوع ديال الراحه وفوالله ان شاء الله يكون بخير شي حاجه ما كتقنعناش ما عمرها ما ركبتنا فيما كتقطع معنا كتجي دوزيام مع الوطن 2016 كيفاش بغيت تقول اللعابه قبل المباراه؟ اللعابه كنشكر جميع اللاعبين على المجهود اللي قدموا وكان زعما قيمته كبيره من حارس جميع اللاعبين كنحب نشكر جميع اللاعبين الوداديين وكنتمنى الناس يكون الكاس من النصيب ديالنا ان شاء الله وشكرا لكم تبارك الله عليك الحاج انت اليوم كبير في السن جيتي اليوم باش انك تحضر في الماتش كيفاش جيتي ديال الجمهور كيفاش جيتي اللعابه؟ انا تقريبا اللي عندي شحال عندك دابا انت تبارك الله؟ 56 عام ولدي تا هو ديال البصره ديال المياه وداخل تما في الجرائد حي تا هو الحمد لله هذا الانتصار كان لهذا الجمهور هذا كاع السراد ولا هذا الجمهور هذا اللي خرج الجمهور الحقه ديالو من جوا التعامل مع العلم ما كاين انتدابات تا والو كاين العيا اللي كان الماتش تاع الماتش السلام عليكم معكم كمال كوزان كمال يوسف حامد الوداد البيضاوي وشوفوا قسما بالله اللي كنجد مع الباص وكنتشوف الباص الخميس على قبل الوداد البيضاوي وكنتمنى من الله يا ربي
وبغيت كاع جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يدعوا معنا في هذا الكاس هذا لان خصنا نديو لانه علاش ماشي عندنا عقده فيه الحمد لله ما عندناش عقده فيه احنا اللي غنديو اش واقع فايتين فايتين من ديننا ولكن خاصنا نديو لنا وغيكون تبغى تقول لعابه باغي نقول لعابه كنشكركم بزاف كنشكركم ليكم لعبتوا لهي وهنايا راكم لعبتوا انا والله حتى كنتمنى انا وكنتمنى منكم تزيدوا اكثر تزيدوا اكثر لان غادي تصعب عليكم الفينال وانا انا ثيق فيكم ما وصلتوش الفينال راني ثيق فيكم ما غيتصعبش عليكم الفينال وكنتمنى الرباح ان شاء الله نربح فينا ان شاء الله يكون لنا كونغرس تعاونوا مع الوداد الوداد راه مغربي راه ماشي كاين شي صعابه يتعاونوا مع الوداد خلي الوداد كتمثل المغرب كتمثل المغرب ويوصل الفينال وداد امه كتمحي الغمه ديما وداد كاين الوداد ان شاء الله عصبه ودادي ان شاء الله عصبه يا وداد وعاش نادي وداد الرياض وعاش محمد سيد الرياضي الاول سند شوف مربوحه ان شاء الله تحيه الدراري حسن محكوم كامل وانا ولا من خاص الهضره مربوحه ان شاء الله غنجيبوها ضد العديان وديما وداد وكنموتوا على الوداد غنبقاو نموتوا على الوداد حنا بسم الله شفناك اليوم حاضر هنا في الماتش ديال الوداد صافي كون علي صافي تري ديفيسيل اون سافي كون فا سوفري اون ا سوفير افيك لي ابسونس نو تامون دو ترجي ميرسي او بوبليك كي ا ريبوندو بريزون كي نا با في دو ديريف جو دي ان مو ا نو زامي ايجيبسيان كون اي جوي او سينيغال سي جيتي ريسبونسابل ماروكان وحق الله تمشيو نلعبو معاهم في السينيغال اون فالي باتر او سينيغال فيف الوداد تبارك الله عليك صراحه اليوم الدراري داروا ماتش زوين تقاتلوا داروا اللي عليهم لهنا وجاو لكم الكمال ديالهم هنايا الشابو ديالكم الدراري باقي لكم الفينال بغيناكم تكونوا رجال تحققوا لنا الامنيه بغينا نديو هذه العصبه هذه وديما وداد تمنى ما يكونش الدار تركيه شوف الفينال عودنا ليه انا عازع على الحق هذا والخوان خويا ولعبوا في السنغال ولعبوا في ماليزيا ولعبوا ما عرفت فين عصبه ودادي ما حيداش طبيب وديما وداد كنشوفوك حضرتي والابنه ديالك كيفاش داير الشعور ديالك بعد التاهل ديالكم صافا خويا ان شاء الله الفينال شفنا الفيدا فرحات معنا ان شاء الله بالتاهل ان شاء الله اللقاء غيبقى ولادي وغيبقى الدوري ان شاء الله باذن الله وخا الاهلي بغاو يديروا العصينا في الرويضه ولكن الوداد لا يخشى اي فريق شنو رسالة توجه للاعبين بعد التاهل النهائي باقي لنا الفينال اللاعبين بعد التاهل النهائي كنشكرهم بزاف تقاتلوا داروا اللي عليهم وحتى الجمهور حتى هو دار اللي عليه وربي ما خيبناش بهذه النتيجه هذه ان شاء الله واخا كان علينا شويه ديال الضغط عارفين خاصو غيجي ما عنده ما يخسر الدوري لان غيلعب الكل على الكل والحمد لله ربي ما خيبناش وديما وداد ديما وداد تبارك الله عليك قولي اسراء كتسلم عليكم اسراء قولي مهيره عبوش تبارك الله عليك شكرا الله يحفظك ممكن عندي فرصه وداد بيضاوي على الكوز ديالو وكنتمنى ان شاء الله ندوز نركو هاد الكاس والعصبه ان شاء الله تكون وداديه ونتمنى من الجمهور يبقى شعل الوداد وخا يلعبونا كما يلعبونا نلعبو في المغرب نلعبو حتى في المريخ العصبه وداديه تبارك الله شوف نقول لك واحد القضيه البشر الا كانوا اللعاب باش يشوفوا فيا باقي لينا الفينال هذا ولا عليه كلشي خاتيمه خصنا نديرو حسن الخاتيمه ما نجيوش نضربو تمارده والمجموعات الربع الناس في النهائي ونجيو حتى الاخر ونتقولبو بغينا العصبه ما تخرجش من هنا عرفت العصبه وداديه ان شاء الله تبارك الله عليك داك كيف ما لاحظتوا مع المشاهدين الكرام هذه هي اقوال وفرحه جمهور الوداد إذن المشاهدين الكرام مبروك على الفريق الوداد البيضاوي التأهل إلى مباراة النهائي مباراة ضد نظيره الأهلي المصري يعني جمهور الوداد كيقول لك كنتمناو أن الفريق البيضاوي أنه يشرفنا ويفوز بهذا الكأس الغالية كأس دوري أبطال إفريقيا ويشرف المملكة المغربية وقال لك أنه مخي يلعبوا في المريخ الوداد اللي غادي يديه واجد
انا شكرا اليوم شو الشغل ديالكم انتم كتاهلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ احنا ماشي فرحانين بزاف سوتو بان الفين غتلعب عندنا هنايا وان شاء الله تكون من الوحيد ان شاء الله. كنتو ثيقين في اللعبه من الاول باش انهم يدخلوا الفينال؟ يا سير يا سير روفا احنا في لالي ومرفش هنايا ديما حمراء وان شاء الله مربوحه يعني كاس مربوحه. اللي سالت وسجوا اللاعبين بعد الوصول للفينال ان شاء الله من عندنا هنايا ان شاء الله. دابا ما يديروش لعبه 2019 مع شاش خويا 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 ان شاء الله الماتش ان شاء الله الجاي يا ربي يا ربي والله ميسر ولا تعسر نديو ان شاء الله شي لجات الكازا شي لجات الكازا وبربي ما غاش خرج وديما ويدات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غيكون خير القواس راه ما نعسيش دابا راه باقي الفايقين كيبكيو دابا باقي ديما ويدات.